السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي. فيديو اليوم راح يكون على أصحاب الباك. راح ندير حوصلة شاملة تقريبا على أكثر الأخطاء اللي قدروا يديروها أصحاب الباك. الأخطاء هذه فتوا عليها أنا وفتوا عليها أصدقائي وفتوا عليها الناس كامل. درت توت اون ليست فوالا عبارة عن دي كيستيون يسقسيهم أصحاب الباك. ودي فوا هاد لي كيستيون يعني هاد الأخطاء هما اللي يخليوك متنجحش ولا متأديش مليح. ألوغ اسمعوا مليح الفيديو هذا وديروه مليح في بالكم باش منا هكا مديروش لي ما فوت أوليو ما تخسروا عوام من عامكم الاول برك تديو الباك وديروا واش حبيتو. مي فريمون اسمعوا لي كونساي تاعي تري بيان باسكو جوغ راني فتل هذاك الشيء كامل فتل هذا لي كيسيون كامل وماشي غير انا الناس كامل تفوت عليهم. بون قبل ما نبدا الفيديو اذا نتوما اول مره زوروا قناتي انا ليديا اشتركوا في قناتي باش يلحقوكم لي فيديو الاخرى اللي حنديرهم كو سوا موتيفاسيون باك ولا جامعه ولا المهم ان شاء الله تستفادوا من قناتي وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم حتى هما يستفادوا ورايا ندي دعوي الخير وانتم ثاني. بون نبداو اول حاجه الخلعه. بون الخلعه القلقه الخوف ستريس مازال الحال طول ستريس هذا وين رانا في بداية السنة. سما كيما نتوما كيما انت اللي راك تشوف لا فيديو والانسان اللي راح يخرج هو الاول على مستوى الجزائر راكم كيف كيف راكم في نفس النيفو جوغ ريزولتا تاع الباك راح يعتمد على واش راح ديروا دورون توت لاني ماشي على واش عندكم في راسكم لان البكالوريا ماهوش ذكاء فهمتوا ذكاء جست في طريقه الدراسه تاعكم وطريقه التحضير ماهوش ذكاء لازم لكم ذكاء خارق لا بالعكس لا براتيك هي اللي تجيب الباك. الوغ ما تخلعوش وما تخافوش مازال كلش بين يديكم باذن الله تقدروا تحكموا في الوقت اللي عندكم اذا تحكمتوا فيه مليح راح تنجحوا اذا ضيعتوه ماكمش حتنجحوا تو سامبلومون. على بالي دوكا الناس كامل اللي تلاقاوكم عندكم الباك جيران اللي يقرا معكم صحابكم يطاقيكم في البوبليكاسيون تاع الباك كلشي هذا كامل يدير ستريس. الوغ ايفيتيو تخمو بلي الباك راهو حاجه صعيبه ولا غول ولا ما عنباليش انا الباك ساهل واي انسان يقدر يجيب الباك ويدي مليح ثاني كو سوا نيفوك ضعيف ولا ماهوش ضعيف. انا قلت لكم ريزولتا يعتمد على واش حديرو دورون توت لاني فوالا فوالا. والخوف والقلقه هذه راح تخليكم بالعكس ما تقراوش راح تخليكم ترقدوا و صراحة حتخليكم ترقدوا باسكو الانسان قد ما يكون قد ما يخاف يبغي يتهرب من الواقع ويرقد ولا يضيع وقته احسن من اللي يروح يقرا لو ما تخافوش وستريس ويجيب لكم المرض. انا جينيرالمون من كثر ستريس تاع الباك مرضت بزاف منو برك. الوغ ما تمرضوش وما تقلقوش رواحكم. بون واذا خفت بزاف ماكش حتدي مليح ديرها قاعده مليح في بالك باسكو اذا تخاف اسفه اذا تخاف ماكش حتقرا مليح ودائما ماكش حدير كونفيونس في روحك فينالمون ما تجيبش مليح. لازم دائما دير كونفيونس في روحك بلي باذن الله حتدي مليح وباذن الله قادر واللي داو خير منك يعني واللي داو سمحوا لي اللي داو من قبلك ماهمش خير منك راهم جست كيما نتايا وبالك انت احسن منهم لهذا ما تخممش بسلبيه. بون نروح للحاجه الثانيه هي لي كور. لي كور يعني لي كور فريمون درت باراغراف قلت خدت فيه بزاف لي كيسيون نبداو نديرو لي كور في كلش ولا اخرين يقول لك ما نديروش لي كور في كلش. انا ما نديرش لي كور غير في لا ريفيزيون انا لازم ندير من بدايه سنه. شوفوا لي كور يعتمد على انت كيف فاهم داير اسكو تقدر تفهم وحدك مورف تعتمد على نفسك ماكش مورف تعتمد على نفسك. مثلا انت ضعيف بزاف في الرياضيات ومن بعد تقول ما نديرش هذه حديك الى التهلكه. باغ اكزومبل ما عنباليش انايا ابسط مثال انسان مش مليح في المات ولا فيزيك ولا في السيونس ابخي يقول لك انا ما يقراهاش وما يديرش لي كور وكل شيء ويقول لك تخلي حتى الاخر. كاين ناس يديروا لي كور ويدوبليو لي كور ويديروا عند ثلاث اساتذه في فرد مادة على الاخر ما يجيبوش مليح لانهم تبلهم كي يديروا لي كور حتدخل الفهمه ديريكتومون لمخهم. لا دير لي كور قد ما بغيت ولا ما ديرش لي كور ولا
ولا ما باليش حتى تجيب استاذ عند راسك اذا انت ما قريتش ماكش راح تجيب. سي بوغ سا لازم انت تقرا ولازم انت تحوس تفهم يمدلك الاستاذ المعلومه، انت لازم تحفظها وتفهمها وتعاودها وتحل تمارين عليها وتقصي الاستاذ تاعك، لانه اذا اعتمدت غير على ليكور ماكش راح تجيب. بون نبداو بندير ليكور في كلش، هذه سا ديبون على كل انسان. اذا كنت نظامي ولا كنت تقرا في يعني تقرا فاك بلس باك ولا كنت ليبر سا ديبون. اذا كان عندك الوقت، باسكو اذا ضيع وقتك دير لي كور في كل شيء و تروح تقرا نهار كامل في لافاك ومن بعد تقرا سمحوا لي تقرا نهار كامل في الليسي ومن بعدك تروح لي كور ومن بعد تروح طيش حوايجك وتروح ترقد لا تروح تكونيكتي تقول نهار كامل انا نقرا وانا نقرا نو ميش نهار كامل انت تقرا وهذا ما يكفيكش. وكون تكمل هكا عام كامل ماكش راح تدي مليح. لي كور وحدهم جامي يكفي والليسي وحده جامي يكفي. بون كيما قلنا كاين انسان يفهم هذيك الماده مليح وما يحتاجش استاذ اضافي، يكفي الاستاذ اللي في القسم ويلقى روحو مليح فيها وكل شيء، مش محتاج يكون سي با لا بان يدير. ماشي كاع صحابو كامل يديروا في هذيك الماده هو لازم يدير، ولا يروح يسيه يشوف اذا هذاك الاستاذ نفعه ولا ما نفعوش. هكا ثاني سؤال مهم جدا، هذاك الاستاذ الناس كامل يدير عنده ليكور بصح انا كي رحت حضرت عنده ما نفهمش عليه، اسكو نبقى ندير عنده باسكو الناس كامل تشكرو ولا لا 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 لا؟ باسكو موش الناس كامل يخمو يفهموا كيف كيف. كاين استاذ بلاك الناس كامل تفهم عليه انت ما تفهمش عليه، انت لازم تتبع لانستان تاعك، يعني تسمع تبع روحك نتايا ما تبعش الناس الاخرين. ما نباليش انايا باغ اكزومبل استاذ الناس ما يشكروهش بصح انت قريت عنده وفهمت عنده، لقيت روحك باللي راك تفهم وراك تجيب مليح كمل عنده. ما تشوفش الناس، شوف انت والنتيجه اللي راك يعني تحسن، اسكو راك تتحسن مع الاستاذ هذا ولا ما راكش تتحسن معاه. كاين باغ اكزومبل انا ما نديرش لي كور في الاجتماعيات في الفلسفه في الشريعه في العربيه في الانجلي والفرنسي، ما نديرش باسكو مضيعت وقت. لا لا مش حتكون مضيعت وقت الناس كامل. كاين انسان يعرف الفرنسي والانجلي مليح الوغ يحتاج اون بتيت ريفيزيون في مارس يقراها وحدو طول لاني، ومن بعد يحتاج اون بتيت ريفيزيون في يبدا من مارس مع استاذ يكور ولا تقدر ما تحتاجش كامل. مي كاين انسان ضعيف، هذاك الانسان ضعيف اللي في لونغلي وفرنسي ربي يدير لي كور من بدايه السنه ولا نقولوا من جانفي، باه ما تكونش هذه هي الماده اللي راح تفز عليه البكالوريا تاعو. الفلسفه جامي قريتوها، اذا كان استاذكم تاع جات تاع ليكول مليح الوغ سي با لا بان تقدروا تجتهدوا وحدكم. اذا كان استاذكم لا علاقه وما كومش فاهمين ما تخليوش حتى الاخر خلاص وتقولوا نحفظ مقاله، لانه مقاله بلا منهجيه ما عندها حتى معنى. اذا نفسك تسمح لك دير لي كور من دوك في الفلسفه دير وشوف استاذ مليح، لكن تبعوا واكتب مقالات واحفظوا شي مدلكم. واذا ما تقدرش دير لا ريفيزيون ولا بدا من جانفي. كاين ثاني هي سؤال في الاجتماعيات، يعني سقسيتوني اجتماعيات الشريعه اسكو ندير اسكو ما نديرش. انا جينا فريمون في الباك تاعي الاخر درت ريفيزيون باسكو بديت ننسى البروغرام وانا ما كنتش نقرا في الليسي، درت ريفيزيون على الاخر خلاص ولا غير فريمون فادتني سورتو في الشريعه باسكو عطاتنا دي مو كلي عطاتنا حوايج فريمون فادوني كنت دائما نجيب فيها 12 والعام الاخر هذاك جبت فيها مليح باسكو استعملت شطاتني البروف وحفظت من عندها. الوغ نتوما حساب وراكم نتوما اسكو البروف اللي قراكم مليح في ليكول ديروا ما ديروش. اذا ما عندكمش بروف مليح تشوفوا روحكم راكم ناقصين فيها، بروف تاع ليكول مش حيحفظكم، راح يعطيكم دي بيتي زاستيس. تقدروا ديروا ريفيزيون شهر الاخر برك يعني ولا شهرين الاخرين، ما تشوفوش الناس اللي ضحك عليكم ويقولوا لكم واه ديروا في اجتماعيات اه ديروا في الشريعه، باسكو شوفوا اجتماعيات وشريعه وانجلي وفرنسي وهذا الكل كي تلموهم هذوك هما اللي راح يجيبوا لكم نقطه مليحه. ما تخمو حتى واحد، خمو لروحكم نتوما واسكو راح تحسنوا بهذا لي كور في هذا المواد ولا لا. باش نقول لكم بداو بدايه السنه ما ننصحكمش اجتماعيات بلاك بصح ما ننصحكمش، شوفوا ريفيزيون ولا في نص العام احسن. دوكا التاو ديروا لي كور يعني في الفرنسي في المات وفيزيك وسيونس، لانه هذو لازم لهم براتيك وفيهم بزاف تحتاجوا منهم بزاف لي زاستوس.
فوالا، اخرين يقول لك انا لازم ندير من بدايه السنه، الاخرين يقول لك انا ما لازمش ندير، وتبقاو تقاضوا في بعضكم. ما تقارنش روحك بحتى واحد، اقعد انت بعقلك وخمم. انا هاو الوضع تاعي، انا لي بارون تاعي يقدروا يسلكوا لي لي كور ولا ما يقدروش يسلكوا لي لي كور، وانا راني مليح فيها، لهن نزيد نتعبهم اكثر. اذا كنت ماكش مليح فيها في الماده، في المواد يعني انجلي فرنسي، تقدر تجتهد مع الاستاذ تاعك اللي في ليكول، يعني ديرلو لا بريسيون انه يركز لك على حوايج، تحلوا لي سوجي يصححهم لك الى اخره. كاين بزاف طرق تقدر تقراها وحدك، دوكا كاين الانترنت، كاين لي فيديو، كاين بزاف حوايج. اذا شت روحك قادر يعني في ليستا وكل شيء، ندير ماك خاطر بالو. بون هي فوالا، انا ما نديرش هاد لي كور، ونخليهم حتى الاخر خلاص، ما نقراهمش. هذا اكبر خطا تقدروا ديروه، انه باغ اكزومبل تخليو المواد سورتو اللغه العربيه والفلسفه والاجتماعيات مع الاخر. هذه اكبر فريمون اكبر غلطه تقدروا ديروها، باسكو فلسفه جامي قريتوها، و جامي قريتوها ما تكفيش حتى الاخر. عندكم تاع تقدر تقراها مره مرتين في السمانه. اللغه العربيه ثاني اقراها مع البروف تاعك، وبدا بالقواعد والاعراب والبناء الفكري، وهكا باش كي توصل للريفيزيون تلقى روحك تحلي السوجي تحلهم صحاح، ماشي هذا وين حتعرف القواعد. واش نقول لكم ثاني، اجتماعيات ما تقولوش نخلي حتى المارس ونبدا نحفظها، ولا نخلي حتى كي قرب شهرين، ولا لا لا ابدا تحفظ مع ديرو درس احفظه، وحدد المرجع اللي حتحفظ منه مع الاول، ماشي تحفظ من عند الاستاذ ومن بعد كي دير لا درت فيها ريفيزيون لي كور ترجع تحفظ من لي كور، ولا تلقى ملخص الانترنت عاود ترجع تحفظ منه، وتلقى روحك الدرس حفظته 4-5 مرات وما افونسيتش، وفي النهايه راح تتخلط وما تفهمش، ما تفهمش من عند من راح تحفظ. انا حدد من ديبي سقسي مليح شو هما المراجع الملاح في الولايه تاعكم، كاين دي بروف يحطوا ملخصات، كاين دي بروف ملاح باغ اكزومبل اذا كان البروف تاعك مليح، كاين دي غيد، كاين في الانترنت، كاين حدد المرجع الوحيد اللي تحفظ منه من الاول للاخر، وكل ما بروف يدير درس احفظ هذاك الدرس. بون كي تكون عندكم لي زيكزام في لي سيك، راح رايحين تعاودوا تحفظوا، الوغ سي اون ريفيزيون. ابري كي يخلصوا لي زيكزام وتكون عندكم لي 15 جور هذوك تاع لي فاكونس، الوغ تو فا ريفيزي، دي تريفيزي في كي بقى لكم 3 مو حترجع تريفيزي مع الاول. ما تقولش ننسى ما نحفظش دوك ننسى، لا لا، باسكو اشاك فوا لازم تريفيزي باش ما تنساش. اذا خليت كل شيء للاخر، اما ما يكفيكش الوقت تكمل كل شيء، اما ما يكفيكش الوقت دير اون دوزيام تخوازيام كوش، وهذه رايحه ما عندها حتى معنى. كي تحفظ فرد مره راح تنسى، الوغ بدا تحفظهم من الاول، فلسفه بدا تحفظهم من الاول، انجلي فرونسي بدا تقراهم من الاول وحدكم، قواعد حل بدا تحلوا لي سوجي. ما تتهاونوش وما تقولوش هذه المواد ما نقراهمش وسهلين خليهم للاخر، لا لا، هما صح سهلين ما فيهمش لي بياج، تقدروا تجيبوا فيهم ليه. لهذا استغلوا الوقت اللي عندكم دوكا باه تقراو المواد العلميه وباه تقراو المواد الادبيه. كيما تمدوا امبورطونس للمواد العلميه، مدوا امبورطونس للمواد الادبيه، لانه المواد العلميه تجيب لك الباك، بصح المواد الادبيه هي اللي تقدر توصل لك لا مونسيون. انا وحده من الناس المواد الادبيه هي اللي خلاتني نوصل لا مونسيون، لو كان ما ديتش مليح فيهم كانت قادره تنقصني بالفاصله وما نلحقش. الوغ لهذا اقراو كل شيء وما تتهاونوش. بوم وين وصلنا هي نقرا في الليسي ولا لا؟ بون انا باك لا تاع الاول ولا ما قريت في الليسي، صح بصح ما ننصحكمش تحبسوا الليسي من بدايه العام كيما درت انا، ما عندها حتى معنى. تقول ما نفهمش على البروف هذا، لاش تا ما تفهموش عليه، حاول تعود نفسك تفهم عليه. باغ اكزومبل قبل ما تقرا الدرس، قبل ما تقراو درس معين باغ اكزومبل تركيب ضوئي، ولا قبل ما تقراوه في الليسي، ريفيزي تاع في الدار. كي توصل ليسي على بالك البروف شراه يشرح، تقدر تسقسيه، تقدر تستفيد من البروف هذاك. اذا شتو باغ اكزومبل انجلي فرونسي عربيه فلسفه، هذه مضيعه وقت وما كنتش تستفادوا، ما تحضروش هذوك المواد، وبصح ما تضيعوش الوقت في نفس الوقت. اذا ما حضرتش هذيك الماده هبط اقرا في المكتبه تاع الليسي تاعكم، ولا اقرا في الدار.
يعني سا ديبو على كل واحد كيفاه يقرا. انا جينيرالمون ما نفهمش على الاساتذه، نشتي نقرا وحدي، بصح في نفس الوقت قدر تكون غلطه الكاش واحد فيكم. سي لو ماكسيموم تستفاد من عند البروف تاعك، سي حل لي سوجي وقول له يصحح لك، يقول لك شو في واش غلط اكسيتيرا اكسيتيرا. تعاود نتايا من درجه جديد، تعاود من جديد تصحح الغلطه تاعك وتديله يصحح لك. هذه اي ديجا فايده كبيره. بون، هذه ما نقراش مواد الادبيه، نخليهم الاخر جاوبتكم عليها. ما نبداش نحفظ من اول جاوبتكم عليها، قلت لكم بداو تحفظوا وما تقولوش ننساهم، وما تقارنوش روحكم بالناس اللي يقول لكم ما نحفظوش، باسكو فريمون ما عبالكمش اسكم راهم يحفظوا صح ولا ماهمش يحفظوا. ديروا واش يخرج على واش يخرج عليكم نتوما، وتبعوا نصائحي، نقول لكم احفظوا من الاول. وكي قرب ليكزام راكم رايحين تريفيزيو، كي فوت ليكزام في 15 جوغ رايحين تريفيزيو، وكي وصلاني في لافان داني تبالك نسيت، مي اون فوا تريفيزي الدرس مره زوج بلا ما تحفظوا تريفيزي، جوست تريفيزي تلقى روحك عاود تفكرتو. زيدو وين وصلنا؟ فوالا المراجع. المراجع كاين، انا وحده من الناس كنت نجيب بزاف لي بولي وبزاف لي جيد، تشوفوا لي جيد اللي عندي فريمون بزاف. كاين اخرين جامي حليتهم، نجيب ملخصات من عند الاساتذه نقرا عندهم ولا ما نقراش عندهم، ونبدا نقارن ونبدا عند ونضيع وقت كبير كبير كبير، ولا نقرا منه ونقرا منه ونقرا من فينالمون نقول يا واش من استاذ نتبعت. انتما اصلا عندكم استاذ في الليسي واستاذ ديروا عنده لي كور، اذا حين ديروا لي كور هاكا راح تدخلت لكم مازال ما كان تزيدوا تخلطوها على روحكم من الاول يا بعد. سمحوا لي على الاضاءه. المهم من الاول يا بعد حددوا الاستاذ اللي راحين تقراو عنده. باغ اكزومبل في سيونس الاستاذ بوريش احمد مليح، تمارينو حيلين، بداو تحلوهم مع الباك يكفيكم، حلوهم هما، زيدوا تاع لي كور سي بون، مايش تجيبوا لي وزيدوا باغ اكزومبل تاع احمد امين اذا كان عندكم الوقت سي بون، مايش تجيبوا بزاف تمارين وتجيبوا تاع الولايات وما يكفيكمش الوقت تحلوا كل شيء. قادر التمرين تحل 30 مره ما عندها حتى فايده، لانه نفس التمرين نفس الفكره. حاول كيفاه تعدد الافكار وتعدد التمارين احسن، وتتحكم في المنهجيه باغ اكزومبل في العلوم احسن. الوغ المراجع عندكم ولا غير فريمون سي ان بروبليم، تعدد المراجع وفينالمون تحصل عند وين فيهم اللي تقرا. جيسبر تكونوا فهمتوني من دوكا من بدايه العام. استاذ هذا تاع لي كور قريت عنده وعجبك كمل عنده، ما عجبكش حبس روح شوف واحد اخر، ما تخليش حتى الفصل الثاني ولا فم فيت فيت. القى البروف اللي يعلمك والقى المراجع اللي تعلمك وسقسي الناس، ومن بعد نحط لكم مراجع اللي اعتمدت عليها انا، روحوا شوفوهم بالك يعجبوكم، اعتمدوا على هذوك المراجع. وما تكثروش المراجع بزاف خاصة في الحفاظة، ما عندها حتى معنى كي تكثروا المراجع في الحفاظة، راهي ما عندها حتى معنى. جيسبر تكونوا فهمتوني. بون ثاني بون المراجع ما نحلش لي باك دكا حتى نكمل البروغرام، هذه ثاني غلطه كبيره، ما نحلش لي باك دكا حتى حتى نكمل البروغرام، عندها حتى معنى ما باسكو ما يكفيكش الوقت وماكش حتستفاد. اساي فريمون دكا قريتو الدوال باغ اكزومبل، قريتو الدوال جيب البكالوريات كامل وحل الدوال تاعهم احسن ما تروح من تروح تحل من مراجع اخرى. لا واهل باسكو البكالوريات يتعاودوا نفس الافكار نفس لي زاستيس، باغ اكزومبل لاستيس لي يديرهم التقني الرياضي والرياضي يعاودوهم لكم نتوما العلميين. الوغ سي بور سا حلوا لي باك مليح، تقراو تقراو درس عاودوا حلوا لي باك تاعو بيان. تقول لي منا للخر رايحه ننسى، قلت لكم عطيتكم هذه لي ديروا ديروا ان كاي تاع مات فيزيك سيونس جوغ 3 كاي، وكل كاي اقسموا حسب الوحدات، وكل وحده قد ما تحل التمرين تلقى فيه فكره مليحه اكتب شو التمرين. باغ اكزومبل باك 2018 التمرين الاول، السؤال الثاني ها هو السؤال واش يقول، ها هو الحل تاعو، هاي الفكره تاعو، راح يبقى مخزن في الريفيزيون. سي با لا بان تعاود تحل التمرين كل باسكو راك حافظ التمارين من كثرت ما حليت، جوست تروح تتفكر هذيك لا كيستيون صعيبه تزيد تعاود تحلها وحدك. انا هكا درت فريمون، سمحوا لي على الاضاءه. زيدو واش راح نقول لكم ثاني، ما نحلش لي باك، حلوا لي باك في الماتو فيزيك والسيونس، حلوا لي باك من دوك في
لانجلي فرونسي حلوا لي باك من دوك في العربيه حلوا لي باك من دوك علاش تعاودتهم 100 مره من بعد نورمال في الفايده تاعكم لي باك ام هما فريمون لا كلي تاع الباك باسكو نفس الحاجه تعاود وما تقولوش نخليهم للاخر ما يكفيكمش الوقت ومستحيل تحلهم الكل الوغ من الاحسن تبداو تحلوا من دوك تقراو وحده معينه حلوا لي باك عليها هي كاين اخرين ثاني يدير واحد الخطا ما نحلش التمارين دوك نخلي حتى نكمل الدروس حتى حتكمل الدروس حتكمل الدروس كي يكمل العام الدراسي كفاهم وقتها حتحل تمارين تقرا وحده فهمها احفظها حل عليها التمارين كانش منها هذه تاع نخلي الوحدات نفهم نبقى غير نفهم باش نزرب نكمل وعلى الاخر خلاص نحل التمارين شتو كي تزربوا سورتو هذو اللي يبغي يديروا هذه الغلطه يبداو يقرا الوحده الاولى ثانيه غير يحفظوا ويفهم الدرس ومن بعد يقول لك نزرب نكمل الدرس ونبدا نحل لي سيجي ديريكتومون تمن جي تحل تبدا تكمل الدرس تبدا تحل لي سيجي تنسى اول درس قريته تنسى كل شيء الوغ فو ميو كل كل درس تقراوه حلوا عليه التمارين هما اللي راح يرخصوا لكم المهم هما اللي راح يرنفورسيو الفهم نتاعكم في هذاك الدرس ويزيدوا يعطيكم اسئله تقسيوا لي بروف تاعكم اكسيتيرا جيسبر فهمتوني زيدوا التمرين اللي نحلو التمرين اللي نحلو نطيشو صاي اني عطيتها لكم هذه الفكره لا التمرين اللي تحلو تلقاه فيه فايده اكتبها في الكراس تاع الافكار اللي حكيت لكم عليه من قبل اكتبها في الكراس هذاك لا كيسيون الحل تاعها الفكره باش منا وهكا ترجع لها سينو شوفوا اذا حليتو تمارين وطيشو نحل في ورقه اوساخ في كراس معين ونطيش فينالمون تلقاو روحكم كلي ما درتو والو صح الاسئله هذوك اللي تعاودوا بزاف راحين يفيدوكم بصح الاسئله هذوك اللي صعاب من نهايه العام ماكمش رايحين تشفاو عليهم وهذاك الوقت اللي ضيعتو كامل راح يروح هكاك حلوا التمارين الفكره صعيبه عاودوا كتبوها في كراس واحد اخر هذاك الكراس هذاك هو اللي حتستعملوه في لا فان داني هذاك الكراس فريمون تري امبورطون في لا ريفيزيون تاعكم تحتاجوه هذوك الاسئله تعاودوا تحفظوهم تعاودوا تحلوهم هذوك الاسئله الصعاب اللي في الباك يقلقونا ويخلينا من ما نكملوش السوجي تاعنا براحه بون جيسبر ما زربتش بزاف نزيد بينو باسكو فريمون لا غرب بزاف الكيستيون تمارين نقرا من القسم لا من ليكول رغم انا هذه هاولا باش حبست القسم ما كنتش نروح الليسي على جالت هذه ما فهمتش نقرا القسم مع البروف ولا نتبع ليكول البروف كان فريمون افونسي على على ليكول وانا كنت نتبع ليكول الوغ كي نروح لاكلاس نحس روحي غبيه جدا باش نقول لكم اسي تبعوا البروف تاعكم في لاكلاس وتبعوا لي كور شوفوا كيفاه ديروا قراو منه من باش تستفادوا في الليسي سينو ما كنتوش رايحين تستفادوا اسي تقراو هك وتقراو هك ما عباليش لازم تنظموا وقتكم واذا بروف تاعكم في الليسي يدير برك وما يشرحش مليح وما عباليش قراو من لي كور وتبعوا لي كور والبروف تاع الليسي سقسيوها في سقسيوا الاسئله اللي زايدين اكسيتيرا بوم نقرا في المجموعات احسن ولا نقرا وحدي انا جينيرالمون نشتي نقرا وحدي واذا قرات في مجموعه نقرا مع وحده فقط وما نزيدش لاني طريقه تخمامي زي والاخرين كيف يقراو زي كل واحد لا ميثود تاعو انا لا ميثود تاعي كومبليكي فريمون يعني تنطبق على شخصيتي وكل واحد دور الميثود اللي يقرا بها لهذا جو بريفير تقراو وحدكم واذا كثرتوا واحد معاكم ماشي زوج ولا ثلاثه ولا اربعه لانه راح تبقى تشيخو كامل سيناها وجربناها تقولوا نقراو نسريزو كل شيء فهم ترجعوا تاكلوا وتشيخو وتلعبوا تضحكوا والفيسبوك ولي بوبليكاسيون وما تقراوش تضيعوا الوقت على غوميو تقرا وحدك القرايه في مجموعه لواش تفيدك في تبادل الافكار تفيدك باللي هذا فاهم حاجه انت ماكش فاهمها والعكس انت فاهم حاجه وهذا مش فاهمها هذا عنده استوست تهزها من عنده وهو هذا وانت عندك استوست تمدها للاخر بصح اذا قريتو في خمسه في سته ما عندها حتى معنى قراو في زوج على الاكثر وموش دائما مره في السمانه ولا وما تسمعوش لبعضكم بزاف هذا طريقه كيف يقرا زي وانت كيف تقرا زي قادر يكون افونسي عليك بصح انت تكون قريت خير منه لان ما تخافوش اذا شتو ناس افونسيين عليكم بزاف انا وحده من الناس كانوا الناس كامل مافونسيين عليا وانا كنت ريتار وفي الاخر انا اللي كنت ندخر منهم لانه هما كانوا يقراو بسطحيه فقط وانا كنت نتعمق
في التمارين تاعي، وكنت ندي بزاف الوقت مع التمارين تاعي، وجو بريفير نحل تمرين وزوج نفهمو بيان خير من ما نحل هكا كبرت، وكنت نعتمد على الحل وكاين ناس اخرين ما يعتمدوش على الحل، وانا كنت نحل التمرين ما فهمتوش مره زوج نروح ديريكتومون نشوف الحل تاعو نحفظ الحل تاعو نفهم الحل تاعو وما نكسرش راسي بزاف. بون الاضاءه يعني دوكا راكم بخاص ماكمش تشوفوني اسمحوا لي. بون راني وين وصلت، نقرا ساعتين بزايد من بدايه سنه تكفين ما تكفيكش، ساعتين ما تكفيكش دير والو، الوغ هو ميو تبدا بربع سوايع سته من بعد كل مره تطلع ريتم، وسا ديبون قادر انت تقرا زوج سوايع وهذا يقرا ربع سوايع تقراو كيف كيف. انا كي كنت نقرا كانت تطلب مني مده زمنيه طويله، وكاين ناس اخرين في خمس دقائق يفهموا المعلومه، الوغ راهو لاكلي هي انك تقيس على روحك ما تقيس على حتى واحد. بصح ساعتين ما تكفيش، قد ما قريت قد ما راهو مليح ليك. اوكي ما تسهروش بزاف، هذا ثاني سؤال، نقرا صباح ولا نسهر؟ هذا سا ديبون عليك انت، اذا نتايا تفهم كاين ناس اخرين يفهموا في الليل، انا نشتي نقرا صباح ولا نرقد ونوض، مهم نكون رقدت شويه ونوض. كاين اخرين يشتي هكا 8 مخو يبدا يمشي، الوغ هذا يسهر نتا تنوض الصباح كيف كيف نورمال. قيس على روحك نتايا، اسكو نتا راك تشوف سمحوا لي، اسكو نتا راك تفهم صباح ولا في الليل؟ اذا تفهم صباح اقرا صباح، وانا جو بريفير تولف روحك. كاين اخرين ناس اخرين ما يقدروش ينوضوا صباح بكري، مي جو بريفير تبدا تولف روحك من دوك تنوض على 5 تنوض على 4، باسكو 4 وعلى 5 تبقى في مخك احسن من كي تقرا في الليل وتكون تعبان. انا كنت نقرا صباح، كنت نوض اللي كانوا يتبعوني على بالهم، كنت نوض على 4 على 5 ونجيبها نقرا نهار كامل. هي وقرا وبدا تقرا اربع سوايع خمس سوايع، وكل مره تزيدوا في الريتم، كل مره تزيدوا في الريتم، ما تبقاوش على فرد ريتم، وما تقتلوش رواحكم باغ اكزومبل تقراو مع مباليش انايا ديروا لي نوي بلونش من دوكا، باسكو يوصل ان سيغتا مومون تفشلوا وتطلقوا. هي وكاين سؤال ثاني واحد اخر بزاف غبي، هذا السؤال ماشي غير سؤال، الناس هذو اللي يديروا هكا فريمون اغبياء، يقول لك انا ما نقراش دوك طول، انا دوك نروح نحضر الليسي ونحضر لي كل نخزن المعلومات نكتبهم وننظمهم وكل شيء، ومن في مارس نبدا نقرا ونريفيزي. نو هذه غلطه كبيره، في مارس حتقرا، واش راهم يقراو في مارس حتعاود من الاول، هما اللي حيريفيزي وراحين راهم ديجا فاهمين، راح يزيدوا برك اون كوش من فوق واش راهم فاهمين، بصح انت راح تعاود تبدا من الاول، دوكا مستحيل تلحق. اوكي الوغ بدا تقرا من دوك في كل ما بعد وفي كل شيء، بدا تقرا من دوك، بدا تفهم من دوك، بدا دير اخطاء من دوك بهم فما في الوقت تاع مارس تكون فت على الاخطاء هذا كامل، تعلمت بزاف حوايج، تبقى لك ريفيزيون وتبقى لك كيما نقولوا حنايا فينيسيون برك، ماهيش حتبدا من الاول خلاص. و الوغ هذه خطا شائع بينكم نتوما في ليسيت، انا ما نقراش دوك وانتوما تسمعوا لصحابكم هي ما نقراش انا ما نقراش دوك ونقرا من بعد وما عرفوش، وعلى الاخر ما تديش مليحه غير ما كلا تاع بروحك، لا حتقرا غير في مارس ما تقراش احسن. راني نقولها لكم غير هذا كيسيون فريمون تقلقني، كيفاه سبحان الله كاين ناس عام كامل يقتل في روحه، عم كامل هو يقرا ويحل ويروح ليكور ويحل التمارين، نتوما تضحكوا عليه وما نعرفوش شي وما نعرفش شي، تبان لك انت راح تدي كيف كي تبدا تقرا من في مارس، غير اذا كنت حتقفل، اذا كنت عندك ذكاء خارق راح تقفل على روحك وتبدا من الاول، وجينيرالمون صغار وين تصرا ومستحيل تفوت 14 لا ماين تاعك. بون نحي الفيسبوك ما نحيش فيسبوك، هذا ثاني سؤال، اذا راح تعمل فيسبوك في شي خاطر تكذب على روحك وتقول نحتاج لي جروب وما نعرفوش شي، تقدر تستغنى على الفيسبوك، انا استغنيت منه ما عنده حتى معنى، تقدر تستغنى عليه، وجينيرالمون راك يحطوا تصاور ملخصات وراح تهز تكدس تكدس تكدس، على الاخر ما تقرا منهم والو، قرا برك واش عندك يكفيك. سي با لا بان، نصيحه مني نحيو الفيسبوك، هذه النصيحه اللي عندي. نضيع الوقت بين الجامع اللي هو ليكول وليكور، وفينالمون ما عندي والو في مخي باسكو ماكش تقرا، لازم تقرا وحدك. قد ما درت ليكور انا قلتها لكم في البيبي تاع الفيديو،
كي ما درت لي كور ماكش راح تستفيد. لا فيديو عبالكم وصلت بزاف، يعني لا فيديو هذه حتكون طويله. اللي مازال يسمع فيا دوك يعني راهو يشتيني ولا نصائحي فريمون يفيدو. نورمالمون هذا هو جيسي يمد لكم الماكسيموم تاع النصائح، و جيسبر تكونوا فريمون استفدتوا. اذا استفدتوا فريمون من النصائح هذو بارطاجيهم افيك فوزامي، الناس اللي تقراو معاك اللي يقراو معاكم، الناس اللي قادرين يستفادوا. جيسبر فريمون تكونوا سمعتوا النصائح هذو مليح. اذا كاين حاجه ماهيش ما شرحتهاش مليح سمحوا لي قولوا لي في لي كومونتير نعاود نشرحها لكم مليح. واذا بغيتوا ندير لا بروشين فيديو على على الطلبه الاحرار والاخطاء اللي يديروهم بزاف قولوا لي ندير لكم. اذا عندكم فكره تاع فيديو حطوها اكتبوها لي تحت، وانتوما اللي عجبتكم الفكره تاعو ديروا بزاف على حاجه هذيك هي اللي راح نخيرها لا بروشين فوا. جيسبر ما تكونوا استفدتوا، وكما قلت لكم اذا ما كانش حاجه ما فهمتوهاش قولوا لي نعاود نشرحها في الفيديو القادم. تهلاو في روحكم وبداو تقراو من دكا، وبون كوراج.